السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطيب تحية نهديها لكم مشاهدين الكرام، وهذا موعد آخر وثمرات الأوراق. تحدثنا في الحلقات السابقة عن قيمة البيان عند العرب، ووصلنا إلى البيان النبوي، وصلنا إلى أحاديث المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكرنا أن قسم من هذه الأحاديث أخذت بين الناس مجرى الأمثال. قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وكان هذا آخر حديثنا في الحلقة السابقة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نستمر في حديثنا لهذا اليوم وأحاديث أخرى للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. أهلا وسهلا أستاذ فاضل. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجملة من الخصائص، نعم، من أهمها أنه أوتي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، نعم، واختصر له الكلام اختصارا، فجمع الله تعالى له المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، وجعل ذلك من دلائل نبوته وأعلام سيرته، نعم، وأعلام رسالته، ليسهل للسامعين حفظه ولا يشق عليهم حمله وتبليغه، نعم. وهذا كله مما تكفل الله به بهذا الحفظ لهذا الدين، نعم. هذا كل ما تكفل رب العالمين أنه حفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من الحفظ. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، نعم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصور المجتمع بفئاته المعتادة: فئة صالحة، نعم، فئة صالحة مصلحة، فئة مفسدة، فئة لا مبالية. يصورهم ويصور أدوارهم وعلاقاتهم من خلال مثل مختصر مبسط هو حديث السفينة، نعم. الأمر واضح، في جماعة ركبوا سفينة في البحر، وكانت السفينة ذات طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، نعم، فاقتسموا فيما بينهم أيهم يكون في الطابق الأعلى وفي الطابق الأسفل. وبعد أن يعني بخرت السفينة في البحر، كان اللي تحت يحتاجون يستسقون من الماء، فمن أين الاستسقاء؟ من الطابق العلي العلوي، نعم، فهم يصعدون وينزلون، حدث إرباك في الطابق العلوي صعودا وهبوطا وماء ويتساقط الماء، فيبدو أنهم سببوا إزعاج وأذى للطابق العلوي، نعم. فوصلوا إلى فكرة فيما بينهم أنه حتى يعني لا يضغطوا على أهل الطابق العلوي، قالوا نحن هذا مكاننا في السفينة، نعم، حصتنا من السفينة، فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى يسهل عليهم حمل الماء، الحصول على الماء، الحصول على الماء، قال نخرق، نعم، السفينة، فإذا خرقوها، نعم، يعني ستؤول إلى خراب، فإن أخذوا على أيديهم ضربوهم نجوا، نعم، وأن تركوهم وما أرادوا سيهلك الجميع. هذا الحديث يعني صورة موحية معبرة، وأن هناك لجمالا بالتشبيه بالسفينة، نعم، فالحياة كلها هذه السفينة التي يركب على ظهرها البر والفاجر والمتيقظ والغفلان، وهي تحملهم جميعا لوجهتهم، لكنها وهي محكومة بالموج المضطرب والرياح من جانب وما يريد لها قائد السفينة من جانب، لتتأثر بكل حركة تقع فيها، فتهتز مرة ذات اليمين وتهتز مرة ذات الشمال، وقد تستقيم على الأفق أحيانا، وأحيانا يتسع الخرق على الراقع وتطفح بالمياه وترسب إلى الأعماق. والمجتمع كله هذه السفينة، كل هذه السفينة، لكن يعني الناس في غمرتهم يعني
ينسى بغمرة الحياة وصخبها وضجيجها، ينسى سفينة المجتمع، سفينة المجتمع وسفينة الحياة. فيخيل له أنه راكز على البر ثابت لا يتأذر ولا يزول. لو فكر كل إنسان أنه ليس ثابتا على البر، إنما هو في رحلة منطلقة طولها يعني من رحم الأم إلى رحم الأرض، هي قصيرة وإن طالت الأيام وانفسح العمر. أبدا، مهما طالت بك الأيام هي الرحلة قصيرة. لو فكر الإنسان أن هذه الرحلة مش طويلة وأن لها نهاية، ولا يدري متى ستؤول وستكون نهايته، لو كان يعلم أنه ليس خالدا في سطوته ولا في سلطانه، لو كان يتفكر لحسب حساب لكل خطوة يخطوها حفاظا على سلامته، على سلامته وسلامة الآخرين. لكنها الغفلة، هي الغفلة التي رانت على قلوب الناس، فينسى الإنسان أنه في هذه الرحلة. ولذلك ترى يفسق ويفجر ويعيث بالأرض فساد وهو يتصور أنه لن يزول، وهذا يعني من الضلال المبين، أن الإنسان يعتقد أنه هو دائما في هذه السطوة. استفاض لغة الإقصاء اللي موجودة سواء بالعراق أو بالواقع الحالي عند الدول العربية الأخرى، فرض الآراء بالقوة على الناس لأي جهة من الجهات يعني. لا، هو حتى أوضح، القضية قضية مصير مشترك. نعم، هذه سفينة يوم أن ستغرق سيغرق الجميع، السادة والعبيد، الحاكم والمحكوم، الكل. لن يقول السادة للعبيد اغرقوا أنتم وأنا سأنجو، أبدا، الكل سيغرق والمصير محتوم. لكن يعني جعل رب العالمين هناك ضوابط لهذه الحرية، ضوابط معينة. نعم، يعني أنت في الإسلام في فضاء واسع من الحرية جدا، وقل الحق، يعني لك حرية حتى أنت اختيار يعني أنت لا تكره حتى على اعتناق مذهب. شنو حدود المثل اللي يقول الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية؟ لا يفسد للود قضية أو في الود قضية. شنو الحدود يعني اللي نقدر نتحدث بها؟ لا، هو رب العالمين يعني جعل ضوابط للحدود. نعم، يعني الحرية ليست مطلقة في الإسلام. أنت الآن حر كمسلم، لك حرية أن تختار ما تريد لنفسك. نعم، لكن الحرية أكو حرية فرد وحرية جماعة. نعم، يعني أنت حر لكن عليك أن لا تعتدي على حريات الآخرين. يعني سأضرب لك مثلا، نحن الآن في سفينة حياتنا، الآن قد يقوم كاتب معين ينقر بفأسه بقلبه سفينة مجتمعنا وأخلاقنا وقيمنا وحياتنا، ويبدأ يبث بهالسمو، يعتدي على ثوابتنا، على ديننا، على نبينا، يعطي لنفسه ضروبا من الأوصاف، يسمي نفسه يعني هو الآن يهيئ نفسه لمجتمع جديد، يتحدث عن الحرية وعن حرية الفكر وعن حرية الرأي، وبغمرة ما يكتب يبث هذه السموم وهذه الآراء. يعني هل من الصحيح أن يترك يبث سموم بين الناس؟ يعني عندما المصلحين وأهل العلم يعني يهزون أكتافهم ويقول هل نحن مكلفون، يعني الأمر ما يعنينا، القضية مو أمر ما يعنيك، هذه قضية مجتمع كامل، إذا انهارت، إذا اتسع الخرق على الراقع في السفينة وطفحت في المياه الجميع سيهلك. ماكو قضية يعني ما شأني بفلان فليصنع ما شاء. لا، هسه يعني موجودة فكرة ثانية، يعني صارت الحرية أنه أتعدى على الثوابت اللي موجودة عندك، أو أنت ترد علي بالمثل مقدساتك معتقداتك أتعدى عليها باسم الحرية الشخصية،
ولذلك الآن كما قلت لك عندما غضوا الطرف العلماء وتركوا هؤلاء يعني يبثون سمومهم بين الناس ويلقون الشبهات ويحاولون أن فعلا يعتدون على قيم الناس وأخلاقهم وثوابتهم، يعني إن لم يقف المصلحون بوجوههم هؤلاء يعني سيستشري أمرهم. مثلا هذا الكاتب يعني يستفيد شهرة وأموال والأضواء تتوجه عليه والإعلام يتوجه عليه، وبعدين هذا لما يرى يقول لك هذا أنا مكاني، أنا حر أصنع ما بدالي وليس لأحد علي سلطان، من يضيق علي؟ أنا حر، مكاني في السفينة، أخرقه متى ما أشاء. ولما يرون الناس يعني هذا يتصرف كما يحلو له بحرية مطلقة دون زاجر أو رادع، سيغري غيره من الناس وسيبدأون يسلكون مسلكه، القضية قضية مال وقضية شهرة وقضية إعلام. فإذا يجب أن تكون هناك وقفة، لأنه ما ظهر الباطل إلا وأهل الحق نيام. الباطل لا ينتفش إلا إذا كان أهل الحق نائمون. والله سبحانه وتعالى بيّن عندما يغفل المصلحون عن هؤلاء وعن أمثالهم، هناك سنة من سنن الكون ستتحقق، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. لأنه إذا حلت الفتنة لن ينجو من نار حرها أحد. نعم. الكل. نعم. ستأتي على ماكو فئة أقوى وفئة أضعف، الكل مستهدف يكون. الكل مستهدف. نعم. ولذلك رب العالمين قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أولئك المصلحون هم البقية، هم البقية الذي تتوقف عليهم بقاء البشرية. يعني لابد إذن من فئة مصلحة تضرب على أيدي الجنات، وإلا يعني طيب أنت توفرت عندك فئة مصلحة موجودين، يعني الخير إن شاء الله موجود دائما، وبالمقابل كل شيء موجود يعني بهذه الحياة، بس أنا قصدي مين توفر بيئة خصبة للباقين تهيئهم إلى أنه يستمعون للكلام الجيد الكلام الحسن اللي يبعدهم عن الفتن عن الشرور عن الإقصاء عن الأذى. يعني مو شرط أفرض رأيي عليك، يعني لو أقتلك لو تتبعني لو ما أتحمل أنه أسمع رأيك الآخر. لا يعني هذا أصبح مجتمع فوضى. يعني البلدان محتاجة إلى بيئة جديدة، تهيئة جديدة. لا يعني 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 وأنت في السفينة وأنت بهالمجتمع، يعني معناه نعم. على رأيك أن المجتمع سيتحول إلى نزاع وإلى مشاحنات وإلى بغضاء، هذا الكلام هذا ليس في بداية الطريق. نعم. الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. هذه هي البداية. أنا علاقتي بيك في المجتمع علاقة أخ تربطنا مصلحة واحدة، لا أقول ما شأني بفلان ولا يقول فلان يعني ليس لفلان شأن بي، القضية قضية تجمعنا مصلحة واحدة. نعم. لأنه إذا حلت الكارثة ستحل بالجميع. فإذا الأواصر هي يعني أواصر يعني عراها لا تقلقل، قوية ومتينة، لأنه مجتمع واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث شبه الناس هكذا، لأن مصيرهم مشترك، النهاية ستؤول واحدة، ويوم أن ستغرق سيغرق الجميع، لن ينجو أحد. فإذا حتى يعني تسير السفينة بهدوء وتوصل إلى بر الأمان، توصل الناس جميعا، يجب نحن جميعا أن ننظر إلى المصلحة المشتركة الواحدة. هذه بدايات. أما هذا الذي تقوله شحناء وبغضاء، ما هكذا تقوم المجتمعات ولا هكذا تبنى الأمم. نعم الحرية شيء جميل جدا. نعم. كل إنسان يتمنى لو كان حرا، لكن نعم. الحرية لها ضوابط نعم. محددة. نعم. ليس هناك حرية مطلقة أبدا. نعم أكيد الحريات يعني نتحدث عنها إن شاء الله أعزائنا المشاهدين بعد الفاصل.
السلام عليكم، عدنا إليكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أبو عبد الله، كان حديثنا عن الحريات. أذكر يعني إحدى القصص اللي قرأتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومعروفة لك، قصة الطائف لما الرسول وصل يدعوهم إلى الإسلام وآذوا أهل الطائف، وكان معاه أظن زيد بن الحارثة ابن بالتبني. أحد الرجال كان واقف على جنب، يعني اللي هو رجل نصراني عداس، فقدم له يعني جاء عليه قدم له أظن العنب أو حاول يساعده، فشاف يعني لابس الصليب، فقال له ما اسمك؟ قال له اسمي عداس. رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال له مثلا أنت نصراني، أنت وين، أنت بعيد عن الإسلام، تعال ادخل، أبد أبد. قال له من أي البلاد أنت يا عداس؟ من كرر اسمه يعني حس هذا الرجل بلطافة هذا الشخص اللي قدامه، فقال له من نينوى؟ قال من بلد أخي يونس. الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له أنت من بلد أخي يونس. فاستغرب من معرفة الشخص هذا للنبي يونس. اللطافة بالأسلوب، اللطافة بالدعوة بالكلام، ما دعا، ما قال له رأسا تعال ادخل للإسلام، أنت دينك باطل أنا ديني حق. شوف احترام الشخص المقابل، احترام هذا الرأي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة المهدات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على كل نفس أن تدخل الإسلام. نعم، كل نفس، لأنه يعلم بالكلمة الطيبة طبعا. نعم، عدم دخول الإسلام معنى أنها يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. نعم، في الآخرة هذا. حتى مرت جنازة يهودي فتحسر، قال نفس أفلتت مني. نعم، نفس أفلتت مني. نعم، يعني أنت تحتاج ولا تجادل الذين أوتوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم، أنت كيف توصل معلومتك وإذا يعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف أوصل المعلومة للناس إلا بالتي هي أحسن؟ الحكمة والموعظة الحسنة بالكلمة الطيبة. نعم، بالكلمة الطيبة. ثق أخي، الآن في طوايا مجتمعنا الآثم حقيقة آلاف الناس ما محتاجين إلى يعني إلى كلام منمق ولا إلى كتب مطبوعة، كل الذي يحتاجوه عاطفة رحيمة. يعني أنت كمسلم حينما تعتزل الناس لأنك تعتقد أنك أذكى منهم قلبا أو أنقى منهم نفسا أو أوسع يعني أكثر منهم علما، أنت لم تصنع شيء لنفسك، أنت اخترت أيسر السبل وأقلها مؤونة. العظمة الحقيقية أن تخالط هؤلاء، شيء من الود المصطنع، شيء من الود الحقيقي. ثق في اللحظة يتكشف لك نبع الإيمان في نفوس الناس، ترى الشر مو عميق في النفس الإنسانية إلى الحد الذي نتصوره أحيانا. نعم، أحيانا كلمة طيبة تصنع بها إنسان. نعم، كلمة تقولها فتؤثر. نعم، لما تخرج يعني من هذا النبع الصافي، أنت الآن يعني كل اللي أنت ببالك هذا الشخص أنك تحبه، تريد أن تنقذه من نفسه، مو من شهواته، من ظلماته، تريد أن تجيبه. بس كيف؟ هو عاد هذا الأسلوب اللي أنت تستطيع يعني، وهذا توفيق من رب العالمين أن الله أن تكون من أصحاب هذا الأسلوب الرقيق الذي كيف تكسب الناس. أما يعني بصراحة يعني كثير من الناس الآن يبررون انحرافاتهم وأخطائهم إذا رأوا مسلم يتردد على المساجد وأخطأ. يعني أحيانا، وهذا طبعا شلون واحد أخطأ مسلم يعني هو تسأله يقول لك أنا أحسن من فلان، شلون؟ قال يا أخي هذا فلان يصلي ومواظب على الصلوات وقد أخطأ في المكان الفلاني وأخطأ وأخطأ وخلقه مو طيب. فهم بدوا شنو يبررون انحرافاتهم. نعم، يعني هكذا يقاس الإسلام؟ يعني افرض انت الان مع رجل يصلي الاوقات الخمس اوقات في المسجد وتعاملت معه بالدرهم والدينار وطلع اسوأ الرجال، بشر هو. نعم، يعني شنو ذنب الاسلام؟ انت قد تتعامل مع رجل على غير ملتك. نعم، يتعامل معك في منتهى الأدب واللطف والأمانة. نعم، قد تتعامل مع هندوس يعبد البقر
يتعامل وياك بمنتهى الأمانة والخلق، وقد تتعامل مع واحد مسلم ثوبه قصير، لحيته تملأ منكبي، المبلغ ما رجع لك مثلا يعني، هذا مو ذنب الإسلام، هذا ذنب خلق الإنسان تربيته. الإسلام يقول لك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان، حتى الذي يخونك لا تخونه. وقد يكون جارك، جارك مو مسلم، لكن يا الله كم هو رائع لطيف المعشر، يعني لا تشم منه إلا الراحة الطيبة، مؤدب، صاحب خلق جميل، يتعامل معك بالحسنى وباللطف وما يسوءك منه شيء أبدا. وقد يكون جارك ابن عمك، نعم، من أسوأ الرجال. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويده، نعم. هذا يتبع خلق الإنسان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الخلق وبين الدين، قال من أتاكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجوه. أنت قد ترضى من الرجل دينه لكن لا ترضى له خلقه. يعني يمكنك والآن يعني هو مسلم ملتزم لكن خلقا ما تتقبله، يعني ما ترتاح لقاءاتك بحديثك أو حتى في علاقته مع جماعته، في علاقته مع أهل بيته. وقد تجد العكس، قد تجد إنسان يعني خلقه جدا طيب لكن هو نوعا ما بعيد عن الدين. يعني هذا بصراحة العبادة للإنسان لكن خلقك للناس. أنت الآن لو صليت في اليوم 1000 ركعة، 1000 ركعة في اليوم، ما نفعها للناس؟ إلك. نعم، هي الصلاة تعطيك وازعا منضبطا، تفجر نوازع الخير في نفسك، يعني تجعلك في مراقبة مستمرة مع الله. أنت مراقبة مستمرة مع الله، تقوى الصلة بينك وبين الله، والصلاة هي قاعدة الإسلام وأعظم ركن بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله في الإسلام. طيب إذا ما نهت عن الفحشاء والمنكر، هذا خلل، عن الأذى، عن الأذى، هذا خلل فيه، نعم، ما له علاقة، نعم. يعني ولذلك الآن يعني أنت تلاحظ، أنا أحيانا في المساجد والله رأيت يعني بأم عيني بعض الذي يصلون يشعر نفسه كأنه قديس، نعم، ينظر يعني بالناس بعلو صراحة يعني، ويرى نفسه هو يعني مشكلة. يعني أنت تصلي الآن لنفسك، نعم، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، نعم، هذه شهادة لك، لكن غير يبدو أثر الصلاة على نفسك. لا أعرف مدى صحة الحديث من لم تنه ابتسامة الشخص، تعامله يعني هذا الوجه البشري يكون أمام الناس، مو يعني هو دا يصلي لو محمل الدنيا مني. لا والله صحيح، لكن أنا قرأت حديث لا أدري يعني متى يعني مدى قوة هذا الحديث، من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر لن يزد من الله إلا بعدا. إلا بعدا، نعم. أنت قبل يعني لكن إذا ازددت بعد عن الله ستزداد بعد عن الناس. نعم. يعني الآن كما قلت لك الناس كثير من الناس شلون يبرر انحرافه؟ يجد رجل يصلي فإذا أخطأ فلان أخطأ يصلي أنا أحسن من عنده وأخطأ أنا ما أخطأ، هذا الكلام كله فاضي. الإسلام ودين الله لا يقاس على الأشخاص. يعني هذه من الأخطاء الإعلامية الموجودة حاليا، يعني الإعلام إذا يريد يصور الإسلام مظاهر سيئة، نعم، يأخذ صور بعض الأشخاص. أحسن، هذا يصلي، هذا مسلم، وسوى فلان عمل، سوى فلان تصرف. بالمقابل ما تشوف يعني أنت الإعلام خلينا نقول العربي يرد عليهم بالمقابل أنه هذا الشخص على فلان دين أو على فلان ملة وأخطأ، ما تعمم أنت على هذا الدين، ما يتعمم الخطأ على الدين كله. التعميم خلاف المنطق، نعم، أبدا. أنت لا تعمم، لا تعمم، أنت ارجع إلى مبادئ هذا الدين بما يدعوك. أما أن يخطأ الإنسان هذا ليس ذنب الإسلام، نعم. عندما تخطأ أنت الذي أخطأت، لم يخطأ الإسلام. موجودة قواعد بالإسلام، الدين المعاملة، الدين النصيحة، هذه كلها قواعد يعني الإنسان إذا يتبعها ما راح يقول لك أنت لازم تظل واقف هنا تصلي، بس يقول لك تعامل مع الناس بشكل طيب، بشكل محترم، خالق الناس بخلق حسن. ومع ذلك أنت يعني كمسلم يجب أن تقف في وجه من يريد أن يعتدي على ثوابتك. حتى نرجع للحديث، يعني ليس من الممكن أن تترك الناس
يبثون سمومهم وأنت صامت. أبدا، هذه خلاف ما يريده الإسلام. لكن كما قلت يعني أن أنت دعوتك إلى الله تعالى ألا تكون بها، ألا تكون بداية الطريق شحناء وبغضاء فتحول بينك وبين قلوب الناس. الدعوة إلى الله تبدأ بهدوء بلطف، كما أن تعرض ما عندك لا أن تنتقد ما عنده. طبعا، وطريقة هذا العرض يعني ما من حقك كمسلمان أنتقد. هسه ما نقول الأديان الأخرى، يعني كل الأديان على العين وعلى الرأس، لكن ما من حقي أني أنتقد حتى البوذي الهندوسي وغيرها وغيرها من المعتقدات. شوف، ومن أبسط قوانين علم الاجتماع مراعاة الشعور. نعم، أنت لا تستطيع أن تصل إلى قلب هذا البوذي والهندوسي إذا بدأت بانتقاد لاذع لمذهبه. نعم، أنت عليك أن تعرف كيف توصل الفكرة. نعم، إليه. يعني مو مجاملة على حساب الإسلام، لكن احترام شعور الآخرين. أكيد، وهذا. نعم، وهذا من الدين. نعم، وهذا من الدعوة. هي هذه الدعوة؟ يعني أنت أما أنك رأسا تبدأ بمهاجمة الناس، هذه تسوي. نعم، الناس، شوف، نحن لسنا أفضل من موسى. نعم، ولا الناس أتقى من فرعون. نعم، ولكن عندما بعث الله موسى إلى قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، كلاما رقيق مصايد القلوب. نعم، والإنسان يعني إذا حسنت أخلاقه كثر محبيه وقل معاديه بهذا الخلق الحسن. كثير ممن دخلوا الإسلام من غير رأوا خلق المسلمين. موقف واحد، يعني أضرب لك مثال، ذاك الذي كاد أن يبيع الإسلام كله كان بكمبانس مو. نعم، هذا يقول أنا كنت في لندن وأصعد يعني بالباص وأنزل إلى المركز الإسلامي. نعم، قال وهذا بالباص يوميا أصعد معه فراقبني. قال فمرة صعدت وأعطيته مبلغ وأرجع لي مبلغ شوي زيادة. قال فوضعت في يدي وإذا هو زيادة. قال أنا في الطريق عشت، يعني الإنسان يعيش صراع يعني بين عقله وشهوته، أخذ المال أتركه أرجع، هو شيء بسيط يعني جدا. نعم، بعدين قلت في نفسي أخذه، إيش حتكلف الخزانة البريطانية يعني شنن بنسات. يقولوا أنا عايش بصراع، هو تافه الأمر لكن كبر الشيطان في نفسه. فيقول لي آخر لحظة نزلت وأنا ما أريد أعطي المال، بعدين برحمة الله أعطيته المال. قالوا أوقف. قال لي أنت مسلم؟ قلت له، قال لي أنا تابعك، أنت تذهب إلى هذا المكان وتروح وتأتي يعني تصعد وتنزل. قلت له نعم. قال لي والله حبيت أجربك أشوف أمانة المسلمين، يعني عندكم أمانة. قال والله نزلت استطعت أن لزم أول عمود كاد أن يغشى علي. هذه اللحظة اللي أنا لو فعلتها سأعطي أسوأ صورة عن الإسلام. يبيع الإسلام كله ببنسات معدودة. نعم، ببنسات معدودة باع على الإسلام كله. نعم، لكن الله تعالى وفق نصرة لهذا الدين. نعم، أعطى فكرة طيبة عن الإسلام. نعم، فهي المواقف التي تجذب الناس إلى الإسلام. نعم، موقفك أنت كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تصحيح الفكرة هاي الجميلة. ودين الله دين جميل، يعني عندما تعرضه دين بعيد عن البدع وعن الأهواء، دين تقبله النفوس. كل الذي يحتاج هي هاي العرض، الفكرة هاي الحلوة، شلون توصلها إلى الناس، عند ذلك فقط يؤمنون به. يعني أن تتعامل مع الناس بما تحب لنفسك. طبعا، اللي تريده لنفسك أنت، واللي ما ترضى لك ما ترضى لغيرك. أكيد، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إن شاء الله رب العالمين يجعلنا من اللي دائما يحبون للآخرين ما يحبون لأنفسهم. أعزائنا المشاهدين، نختم حلقتنا لهذا اليوم ونستمر معكم في حلقة أخرى إن شاء الله وثمرات الأوراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.